أعمل طبيبا هل يجوز لي أن أعالج النساء وقد يتطلب الأمر أحيانا مس المرأة في أماكن العورة المغلظة؟ القاعدة في هذا أن المرأة يطببها النساء، إذا كان في طبيبات من النساء فإنها تعالج المرأة ولا يعالجها الرجل مهما أمكن هذا. وإذا لم يكن هناك طبيبة من النساء والمرأة المضطرة ومريضة فلا بأس أن يعالجها الرجل للضرورة، ولكن عليه أنه يتحفظ ولا يلمس إلا ما دعت الضرورة إلى لمسه أو كشفه، تقيد بالضرورة فقط. نعم.